الولايات المتحدة تدرس نشر حاملة طائرات في منطقة شبه الجزيرة الكورية الشهر القادم، تحذير قد يبدو شديد اللهجة بالنسبة لجارتها الشمالية، نقلته وكالة إنهاب الكورية الجنوبية للأنباء. التحذير جاء بعد فاصل زمني قصير من تحليق قاذفة أمريكية من طراز B-52 على مستوى منخفض في محيط مدينة أوسان على بعد 40 كيلومترا من عاصمة كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة ردا على تجربة نووية رابعة أجرتها كوريا الشمالية الأربعاء الماضي. تظل الولايات المتحدة على موقفها الثابت من الالتزام بالدفاع عن كوريا الجنوبية والحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية من خلال عامل الردع الذي توفره القوات التقليدية ومظلتنا النووية. طلعات القاذفة B-52 تعزز الالتزام الأمريكي بالحفاظ على أمن حلفائنا وشركائنا. القاذفة الأمريكية القادرة على حمل صواريخ نووية رافقتها طائرات حربية كورية جنوبية في إشارة رمزية على صلابة التحالف العسكري بين واشنطن وسول. التحالف الأمريكي الكوري الجنوبي في أوثق مراحله على الإطلاق. القوات الجوية الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة تعتمد على مشاركة المعلومات الاستخباراتية المدعومة بقوة نيرانية هائلة قادرة على وقف استفزازات العدو. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من جانبه قال إن بلاده أجرت التجربة النووية كخطوة للدفاع عن النفس في مواجهة ما وصفه بتهديد أمريكي بحرب نووية، معتبرا أن قيام بيونغ يانغ بتلك التجربة حق سيادي لا يمكن لأحد انتقاده. وتنفي الولايات المتحدة وجود أسلحة نووية في كوريا الجنوبية، لكنها أجرت مباحثات مع سول بشأن نشر أسلحة استراتيجية قد تشمل طائرات قاذفة من طرازي B-2 وB-52 وغواصة تعمل بالطاقة النووية في شبه الجزيرة الكورية بعد التجربة الكورية الشمالية. ويمكن للقاذفة B-52 التحليق على ارتفاع يصل إلى نحو 17000 كيلومتر وحمل 35 قنبلة تقليدية و12 صاروخ كروز، كما يمكنها حمل صواريخ نووية يصل مداها إلى 200 كيلومتر وصواريخ كروز جوية يتراوح مداها بين 2500 إلى 3000 كيلومتر.